الامور كانت عاديه يعني في الاول، يعني حصلت على دعوه باش انني نضم واحد المحاضره في الامن، مجال الامن المعلوماتي، والالتقاء كذلك بالمتابعين اللي في تونس. يعني ما ترددتش، خديت التذكره ديالي، الزوجه ديالي بحكم ان مع مراه سافرت هي طلبت مني انا نحضر معايا، خدنا الطياره من المغرب، خرجنا بخير ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس يعني السلطات المغربيه يعني كان هناك ترحيب وكانت واحد البشاشه، وكل يعني الامور مشات مزيان، الا انني غادي نوصل المطار قرطاج هنا في غيدوز الباسبور من واحد الجهاز، غيدوز هذاك الباسبور غتخرج ليه شي حاجه في الكرون ثم وصافي. يعني اولا الزوجه ديالي لصقاتي دازت ما كان حتى شي مشكل، طلع عليها الباسبور وليت ندوز هنا، دوز الباسبور من هذاك الجهاز، طلع عليه واحد الميساج ويقول لي الله يخليك تقضوا معايا وقت جيت تقضوا معايا واحد البلاصه جلست فيها شنو كاين يا كلاباس؟ قال لي انت متابع فيه هنا، يعني هنا تخلع الصراحه. من بعد غادي بديت يسولني سميت باك سميت ماك بعد كتير في المغرب، هذا ديال الاسئله ملي غادي نجاوبوا على الاسئله كاملين، غادي يطلبوا مني حتى في الاسئله لاباج فيسبوك البروفيل سميت ويب كل شيء. هنا عطيتهم كل شيء، من بعد غادي نمشي للسميت، غادي نمشي غادي يكون هذاك غير ضابط ولا مستقل عادي، غادي عاود يرجع واحد الشخص ممكن مقراضي عليه نفس الاسئله، وما يعني والطريقه باش كتطرح باش يعني بحال الصفه، يعني كتشعر بواحد الخوف بحال ما عرفتش شنو دير. اي هنا غادي يبداو يقولوا لي تبقى هنايا في السكينه، بقينا تقريبا ثلاثه سوايع بقيت انا كندير الاتصالات ديالي مع الناس اللي هما اللي منظمين، كنقول لهم راه حسوني شنو واقع اش كاين، هما براسهم وتتصلوا بالإدارة أو الشرطة تكون في جواب في الأخر قدروا يحكيه منهم أنه يتواصل مع الإدارة المطار مع الشرطة المطار، غادي يقولوا ليه بأن أمير الرغيب راه هو خطر على الأمن العام، وأن أمير الرغيب راه قررت وزارة الداخلية، عندنا دابا قرار من وزارة الداخلية بس أنه يتم الترحيل ديالو، وحنا دابا راه حنا في الإجراءات الشكليه باش انه يرجع للمغرب. ملي فتحت هاد الهضره هادي توفرت لانه اولا النهار كان نهار السبت، يعني وشوف وقتها كتكون الرحله المقبله ديال الدور، الادارات هما تيحاولوا يتصلوا باي اداره تلقاو لانه ما كاين حتى الاداره اللي ممكن تواصل معاهم. لا غادي واحد شويه غادي يتصلوا بيا هذا يقول لي شوف راه حنا توقفنا عن كولونيل في الشرطه وراه هو غيشوف مع وزاره الداخليه باش انه يعطوك التصريح باش تدخل. غادي نجلس كنتسنى واحد شويه ثاني، غادي يجي عندي بزاف واحد السيد دير الباسبور غيطلع لي الباسبور غادي يدخل كتب بسرعه. ملي دخلت بون دوزت النهار الاول في الموطيل، النهار الثاني غادي نمشي ندير واحد يعني واحد الكونفرنس اللي ما عندها حتى علاقه بالامن المعلوماتي في مجال ديال يعني الطاكسي الصوري الى غير ذلك، غيحضروا فيها غيحضر فيها الكولونيل ديال الشرطه. من بعد غادي نتلاقى مع وزير السابق الاعتذار ديالو على الشيء اللي وقع، راه انا كان في راسو ما نجمش نسمي ونورمالمون وزاره الداخليه تكون في راسها والى غير ذلك. يعني استبشرت خيرا، انا على العموم الامور راه صافي، راه غير مشكل كما قال، وانا كان وقتو مع وزارة الداخلية ومع المواس الى غير ذلك. النهار اللي غادي ندير نبغي ندير كونترول اللي هي اصلا على الجاي، وهي في مازال يعني حول بعض الطرق اللي كتستعمل في اختراق شبكة الاتصال وتجددت عليها، ونفس المحاضرة هي اللي جات في المغرب نهار الجمعة، ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس غنبغي نديرها يعني شوف تي في بوين غادي يجيو المنظمين كيجريو عندي كيطلبوني غالعا حدث هذا الكونفرنس، حاول دابا تصوت لينا في محاضره اخرى. علاش؟ ولا راه دابا الشرطه التقنيه والشرطه الفنيه هي الشرطه العلميه ديالنا، وراه هاد الناس هادو راه زين وراه تيبانو راه ناويين على خدمه
يقدر غير تقول شي حاجه ولا هذا يقدر يدوك من المحاضره تقدر لينا حتى حنا مشاكل هو يسرع لك حاول تبدل لكم في الكونفرنس كامله عاد باش الناس يتوصلوا عاوتاني صوت مشيت لواحد المحطه والباوربوينت اخر محاضره اخرى ملي بغيت نبدا اللقيط قبل ما نبدا اللقيط المحاضره بعد دقائق عاد تعطي عاد كل شيء هذا حتى تفكر مزيان وتبغيتي تقول عندك كل شيء هذا اللي جينا حنا كاملين في داهيه هو يسرعلك ما عاد وليت براسي حتى داك الشيء اللي بغيت نقول ليه هو غير ابيضي وليت مخلوع منه وليت يعني البوليس حاضرين في الكونفيرونس كنعطي المحاضره ديالي مخلوع حاس براسي انني نقدر على والو نقدر نكون في الحاس المهم داز هذيك النهار زعما دوز طور كثر تاع اللوطيل المهم كثر تاع اللوطيل صافي راه الامور بخير مع الاخر غرد حالي واش الحل انني ما كنتش ساعتين قبل الطائره عند نمشي بحال شي حاجه علماتني قلت نمشي قبل نمشي يعني بربع سوايع قبل الطائره ديالي نورمال وقتها تمشي مع 45 دقيقه في المساء انا تقريبا الوحدة ونص وقت في المطار مشيت المطار خديت الفيزا ديالي عاوتاني يعني اللي بغيت ندوز من الشرطة غادي عاوتاني الزوجة ديالي غتدوز الباسبور عادي ماشي مشكل غنبغي انا ندوز الباسبور ديالي غادي تاني طلع لهم شي ميساج اخر في البيسي اجي عاوتاني لهنا حطوني في واحد البلاصة بداو عليا تاني بالاستفاق من الاول وليت نحس يعني بحال هذا الشيء متأكد لانه هما انا عارف انني ملي دخلت للصوره الثلاثي انا متاكد مليون في انه كنت تحت المراقبه ولكن بس انه ملي بديت عاد تخرج من الصوره الثلاثي عاد يشدوني وعاد يمارسوا علي ضغوطات نفسيه واللي ما عجبنيش انا بديت يمارسوا عليك ضغوطات نفسيه مخيف سرير في وجهك كيهضروا معك واحد الاسلوب اللي هو غير حضاري غير راقي بحال تتعاملوا مع شي واحد اللي خدام عندهم عارف انا يعني وليت نحس براسي غير تيحطوك اسئله تجاوب عليها بواحد يعني واحد الارهاب ثاني اللي وليت تلقى ثاني حتى الطياره ديالي قرب الوقيته ديالي باش يبدا لون باخمو حتى ملي سولت فيهم يعني شنو كاين اش واقع انا ملي دخلت راه نفس عليا قال لي غير انا تخاف راه غير اسئله شكليه ولكن انا حسيت لا جوات شكليه عادي انا حسيت مع ملي كنشوف الناس اللي معايا محبوسين في هذاك المكان تلقى افريقيا قال لهم راه توفر ليه طفو وصل هما شي سميتي تلقى واحد السيده هي شي كميه ديال الفني واحد السيد ما عرفتش حتى هو مالو يعني البلاصه اللي هنا كلها ماشي بلاصه ديال اجراءات تقليديه ولا هنا يعني واحد تقريبا واحد ثلاثه واحد الارهاب النفسي غادي نعاود نرجع لبلادي يعني كما انها رساله انا ما باقيش تعصر على السكان ولا باقيش ما تحاولش انك تطرح محاضرات في هذا البلاد ولكن كيحسس انت كتجيب يعني باغي تفيد الشباب العربي وحنا التوانسه خوتنا وحبابنا يعني في اطار اخوي باغي تشارك المعلومات مع الاخوه كنلقى روحي انني محل شبهه ومحل شك وانا خطر على الامن القومي فهذه غير مقبوله